إذا للحديث عن الانتهاكات في السجون الحكومية واستمرار إصدار أحكام قضائية ضمن المادة 4 إرهاب، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني ما الذي يفهم من استمرار المحاكم في العراق في أن تصدر أحكام ضد المعتقلين وفق المادة 4 إرهاب، والتي هي يعني شابه الكثير من الانتقادات لهذه المادة؟ ما المفهوم من وراء ذلك أستاذ علي؟ المفهوم من وراء ذلك هو واضح يعني سواء للعراقيين او حتى للمنظمات الدوليه. هذه الماده مختصه يعني القصد منها هو التغيير الديموغرافي واعتقال على اساس طائفي لمكون السنه في العراق، حتى اصبح العراقيين يسمونها بماده 4 سنه، وهي ليست ماده بل قانون 4 ارهاب. اصبح يسمونه قانون 4 ارهاب. للأسف هذه جريمة الأحكام الجديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب العراقي وبحق المكون، هذا المكون السني العراقي اللي يستهدف على أساس طائفي بأسلوب يعني معيب ومخزي. والأمر الأهم هو أن المنظمات الدولية، كل المنظمات الدولية المحايدة وبما فيها تقارير الأمم المتحدة المختصة في العراق، أكدت على أن الاعتقال في العراق يعني عمليات الاعتقال في العراق المعتقل فيها لا يحصل على أبسط حقوقه، لا يحصل على رعاية طبية، لا يحصل على حق الدفاع، لا عمليات الاستنطاق والاستجواب وانتزاع الاعترافات تتم تحت التعذيب باعتراف كل المنظمات الدولية وخاصة قسم حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق ضمن ذلك في تقاريره. فأنا أعتقد أن هذه جريمة أخرى تضاف للجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب العراقي. طيب نعم. حتى لا نغادر هذه النقطة أستاذ علي، يعني أنتم ذكرتم هناك تعذيب جسدي ونفسي يتعرض له المعتقلون داخل السجون الحكومية وداخل سجون الميليشيات، ولكن هذه الفقرتين التعذيب الجسدي والنفسي هل يطعن بمصداقية هذه الأحكام ومشروعيتها أستاذ علي القيسي؟ لا شك في ذلك. أي اعتراف يتم تحت التعذيب النفسي أو الجسدي أو التأثير من خلال الحرمان من العلاج أو الحرمان من الطعام وحتى الحرمان من النوم يطعن في كل الاعترافات. والكل يعلم أن الاعترافات منتزعة، بل هناك معتقلين لا توجد لديهم أوراق، يعني هناك ملفات لمعتقلين، الملف فقط باسم هذا الشخص وانتماء الطائفي، فقط هذا الأمر الموجود. فقط أكو نقطة واحدة مهمة. إذا تسمح لي جنابك، هم الآن يتحدثون عن مقاومة الاحتلال وعن طرد الأمريكان وغيرها من ذلك. هل يستطيعون الآن إطلاق سراح أكثر من 9000 معتقل بتهمة مقاومة الاحتلال الأمريكي من أبناء المناطق السنية؟ منهم 7000 سلمهم قوات الاحتلال إلى ميليشيات، إلى سجون الميليشيات، سواء اللي كانوا معتقلين في بوكا وفي أبو غريب أو في كروبر وغيرها من المعتقلات الأمريكية. إذا كانت لديهم ذرة من الصدق وذرة من الإنسانية، هؤلاء يجب أن يطلق سراحهم ويكرمون، لأنهم هم من قاوموا الاحتلال بصدق حين كان هؤلاء الناس يعملون مع الاحتلال كأدلاء ومترجمين، وأنا أتحدث عن قيادات ومسؤولين الآن كانوا يعملون أدلاء ومرشدين للاحتلال. هذا أمر مخزي ومعيب على هذه الحكومة. الأمر الآخر، متى يا أخي تطبق مادة على يعني قانون 4 إرهاب على الإرهابيين الحقيقيين في العراق الآن اللي يقومون بتهريب المخدرات والقتل في الشوارع وقتل النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطلق الصواريخ الكاتيوشا وغيرها؟ أليس هذا إرهاب؟ ألا يعني هل سمعت يوما أن أحد هؤلاء تم تطبيق عليه قانون 4 إرهاب؟ وأبسط دليل هذا كان وهم معروفون أستاذ علي، هم معروفون لدى الحكومة بالأسماء بالأسماء والمقرات والعجلات، وكلهم معروفين وكلنا نعرف
أنه قتل الآن ارتكبوا جرائم إرهابية بحق الشعب العراقي، الآن يقودون كتل نيابية ويقودون منظمات ومسميات وميليشيات ويلتقون بالحكومة وبالقضاء وغيره. طيب أستاذ علي، هناك تقارير حقوقية تشكك بمصداقية وانحياز القضاء في العراق، ولكن إلى أي مدى يشير إلى أن الأحزاب والحكومة لا تريد تغييرا جذريا وإصلاحيا داخل العراق؟ يا سيدي، كل التقارير الدولية والمنظمات الإنسانية تثبت على انهيار منظومة القضاء في العراق. نعم. منظومة القضاء في العراق انهارت حين استثوا وفق القوانين الظالمة أكثر من 850 قاضي، والآن القضاة، يعني هناك رئيس أحد الكبار أكبر الكتل النيابية هادي العامري في حديث متلفز ورسمي قال نحن نضغط على القضاة ونهددهم وننتزع منهم ما نريده. هذا ينسف حقيقة القضاء العراقي، للأسف قضاء مسيس، والقضاء حين لا يدعم بمحامين يدافعون عن حقوق الإنسان، ما فائدة القضاء؟ القاضي الآن لا يستطيع أن يطلب تقرير طبي يثبت تعذيب المعتقل، ونحن نعرف ونتواصل مع معتقلين قالوا عرضنا أجسادنا وإصاباتنا على القضاة، منهم من وافق على تقرير طبي، لكن التقرير الطبي هناك أيضا تأثيرات، المستشفيات والجهات تسيطر على هذا، لا يستطيع أحد، الميليشيات نفسها لا تستطيع أن يعني تمنع تزويد المعتقلين بتقارير طبية تثبت تعذيبهم، وهناك قضاة يأخذونها كما يقول المثل العراقي من قصيرها ولا ويصدرون أحكام على اعترافات منتزعة هم يعلمون جيدا بها. أستاذ علي، بعد مرور كل هذه السنوات على انتهاء العمليات العسكرية، خاصة نحن نتحدث عن محافظتي ديالى والأنبار، ولكن لماذا تستمر سلطات الميليشيات بالقيام بحملات دهم لهذه المناطق؟ ما الذي تريده تحديدا؟ أولا فيما يخص محافظة ديالى، الكل يعرف أن الميليشيات تنشط في محافظة ديالى، والكارثة أن هذه الميليشيات أصبحت تتصارع ما بينها على المحافظة، وعمليات الدهم والاعتقال سواء التي تتم في محافظة ديالى أو الأنبار وصلاح الدين والموصل وغيرها، كلها تتم على أساس طائفي بقصد الابتزاز أو الترهيب أو التغيير الديموغرافي أو القصد. يعني لدينا الآن معلومات في طور التحقق منها أن عمليات المداهمات التي تمت في المقدادية وفي مناطق حمرين، القصد منها هي الاستيلاء على أراضي زراعية مسجلة رسميا باسم أصحاب هؤلاء، يتم تلفيق تهم لهم والاستيلاء على أراضي. أستاذ علي، يعني هذه السلطة الممنوحة للميليشيات بدون سقف معين، إلى أي مدى تؤكد التقارير أن العراق تحكمه الميليشيات؟ بمعنى آخر، أن العراق عبارة عن دولة ميليشيات تسيطر على مقدرات وأمن العراق؟ الكل يعلم هذا الأمر، الميليشيات الآن لديها اليد الطولة تفعل ما تشاء في العراقيين، وللأسف أن حكومة الكاظم التي أتى رافعا شعار الدولة وحصر السلاح وغيرها، نتج عنها أكثر من 12 إلى 15 قرار سوقها في البرلمان خلال فترة حكمة لصالح الميليشيات. يعني الآن الميليشيات أصبحت تعمل بقوانين مشرعة من ما يسمى البرلمان العراقي. نعم. يعني لكن العالم بدأ يعي ذلك، وتأثير التقرير الأخير الصادر الذي في أمام مجلس الأمن يعني حول حقوق الإنسان في مجلس الأمن الدولي لأول مرة يفضح هذا الأمر. العراق دولة ميليشيات، وعملية حصر السلاح أصبحت الآن الحكومة نجحت في حصر السلاح بيد الميليشيات ولم تحصر السلاح بيد الدولة، وهذا ثابت للكل الآن. عبر سكاي من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.